بكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم في البداية ان احنا النهاردة هنحاول تسليط الضوء عن قرب ونشوف ايه حكاية الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهل فعلا اي طالب من الممكن ان يلتحق بيها ولا في شروط معينة، وهل آن الاوان بقى ان احنا نغير من فكرنا تبعا لمتطلبات العصر. اسمحوا لي ارحب بضيفي داخل الاستوديو دلوقتي، دكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ فني. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي نفسها كلية الحاسبات والمعلومات سابقا، صح؟ ايوه تمام. طبعا هي الاسم اتغير من سنتين طبعا نتيجه يعني بروز الذكاء الاصطناعي ويعني التوسع في، يعني احنا نعتبر في عصر الذكاء الاصطناعي حاليا. مين صاحب الفكره بقى نغير كده؟ والله هي طبعا الفكره الكليات بقت بتركب قطار البرستيج. لا يعني هو لا والله هو يعني طبعا احنا لقينا الدوله متوجهه يعني ناحيه الرقمنه، اللي هي رقمنه او اللي هي التحول الرقمي بصفه عامه، والذكاء الاصطناعي. وطبعا تم الاقتراح ده من خلال رئيس جامعه القاهره يعني بناء على يعني رؤيته كده. هي اصبحت اكثر جاذبيه بالاسم الجديد الحقيقه، يعني لان فعلا الذكاء الاصطناعي مع فكره ان في بقى عدد من الدول دلوقتي بتستخدم نفس الفكر، فبالتاكيد هتلاقي في اقبال كتير. لكن بالزبط. من سنتين، طب الدفعات اللي تخرجت يعني هتبقى هي يعني اللي في النص بقى، اللي هي مثلا كانت بعد سنتين هتتخرج، دي هتبقى حاسبات ومعلومات ولا ذكاء اصطناعي؟ لا يعني هو نقدر نقول ايه، ان يعني الذكاء الاصطناعي كان مثلا موجود بحجم معين قبل تحول الكليه لاسم الذكاء الاصطناعي، انما بعد التحول بقى دلوقتي في عندنا تم تطوير البرامج وانشاء تخصص جديد اللي هو تخصص الذكاء الاصطناعي جوه الكليه. يعني ده بقى تخصص لوحده الذكاء الاصطناعي، بقى تخصص قائم بذاته، وان كانت التخصصات الاخرى بتستخدم الذكاء الاصطناعي طبعا في طيب يعني التخصص ده عباره عن ايه وبيدرسوا ايه فيه ومين اللي بيلتحق بيه؟ طبعا هو طبعا كل اللي بيجي لنا الكليه بيبقى عن طريق مكتب التنسيق ثانويه عامه او بعض او طلاب الوافدين. كام يا دكتور؟ كام اجيب كام عشان ادخل فيها؟ طبعا كل سنه بتختلف كل سنه بتختلف عن السنه الاخرى، يعني بنتكلم على علم رياضه مثلا في حدود 93% مثلا او 94% جامعه القاهره، انما يعني طبعا ده بيختلف من سنه لسنه ثانيه. يعني بيزيد ولا بيقل؟ لا يعني طب هي ليها يعني على حسب الاعداد. انا عارفه من زمان انها لها عدد محدود، يعني مش اي طالب بيدخلها والاعداد لازم تكون محدوده. طبعا يعني احنا السنه اللي احنا قبل كده كنا مثلا في حدود 400 طالب 450 طالب او كده، بعد كده بقينا 700 وشويه، وبعد كده وصلنا لحوالي قربنا من 1000 يعني 950 طالب مثلا. طيب. بس معانا طلبه وافدين طبعا من الدول الافريقيه والعربيه. ازاي بيعرفوا؟ بتوصلوا لهم ازاي؟ لا هو في اداره الوافدين او بالتعليم، وزاره التعليم العالي طبعا بتبقى ليها صفحاتها على الانترنت، واحنا طبعا بيبقى في اعلان يعني. والكليه طبعا معروفه من فتره كبيره يعني من وقت انشائها تقريبا، يعني هي انشئت في 96 او يعني تم قبول اول دفعه في سنه 96، فطبعا ليها تاريخ في هي يعني هي معروفه، فبالتالي مش محتاجه انها تسوق لنفسها. معروفه أصلاً. وجامعه القاهره معروفه مثلا وطبعا طبعاً. مصر طبعاً. بس فكره ان من هو الطالب اللي يقدر ان هو يدخل الكليه؟ ممكن اي حد عنده يعني يجيب مجموعه ويدخل، بس مين اللي يقدر يتماشى مع المناهج الدراسيه؟ الطالب ايه المواصفات بتاعته؟ يعني هو طبعا رقم واحد طبعا الكمبيوتر، ده بيعتمد على يعني العلوم الرياضيه شويه، على طبعا في المدارس دلوقتي في برامج تدريب يعني في تعليم اساسيات البرمجه، الالمام بالكمبيوتر بشكل عام طبعا ده بيبقى مطلوب، والحته الاهم ان هو يكون حابب الكمبيوتر يعني يحب ان هو يشتغل في مجال الكمبيوتر، عشان يعني حب الدراسه ده مهم جدا عشان الاستمرار فيها والتفوق. يعني في بعض المدارس لما الطلبه بيتخرجوا وبيخرجوا يعني بيروحوا الكليات بيستدعوا بعض هؤلاء الطلبه عشان يعرفوا ايه هي المناهج الدراسيه المفروض ان يتم اضافتها عشان يتواكب مع المناهج الدراسيه في الجامعه، فاكتشفوا ان في بعض المناهج ناقصه زي ماده الكمبيوتر.
ايه المنهج اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يكون برضو محتاج اضافه او محتاج ان هو يتم اعاده النظر فيه علشان يتواكب مع المناهج الموجوده في الكليات ما يحصلش الاصطدام اللي بيحصل مع كتير من الطلبه؟ يعني هو طبعا مقررات الكمبيوتر في المرحله الثانويه هي يعني انا شفت المحتوى بتاع المقررات يعني كويس تمام بس ربما يعني كونها تدخل في المجموع مثلا او انها يبقى لها تاثير على قبول الطالب في الكليات اللي هي بتستخدم البرمجه والكلام ده هيبقى افضل يعني يعني مزيد من الاهتمام يعني قصدي بمقررات البرمجه يعني. طيب هل طالب المدارس الدوليه هو اللي اكثر قابليه على الكليه ولا طالب المدارس الحكوميه؟ لا يعني هو طبعا نسبه الطلبه من المدارس الحكوميه بتبقى اكبر من الانترناشونال سكولز وكده ده بطبيعه الحال لان الاعداد طبعا اكبر ويعني الاثنين يقدروا يكملوا في الكليه ويتفوقوا يعني المجال مفتوح للاثنين يعني في مشاكل بالنسبه للمدارس الدوليه لسه لغايه دلوقتي في الالتحاق بالجامعات الحكوميه ولا لا لا يعني يعني دايما في مواد معينه لازم يبقى يعني هو بيتحسب حاجه اسمها المجموع المؤهل او المجموع المكافئ يعني بالثانويه العامه وبيحصل تنسيق بيدخلوا بنسبه معينه في تنسيق الجامعات الحكوميه يعني. طيب حضرتك دلوقتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي ايه الفرق بينهم؟ لا يعني هو طبعا يعني الحاسبات او الكمبيوتر بصفه عامه بي بي يعني عباره عن جهاز يتم برمجته بحيث ان هو يؤدي وظيفه معينه لو الوظيفه دي تضمنت عمليات ذكيه بمعنى عمليات تتفاعل مع المحيط بشكل رشيد وبشكل امثل يعني دي بنسميها انتليجنت يعني ذكاء يعني البرمجيات في جزء منها بيبقى فيه انتليجنس اللي هو الذكاء الذكاء الاصطناعي طبعا الترند دلوقتي في البرمجه او الاتجاه العام في البرمجه ان لا النظم لازم يكون فيها نوع من انواع الذكاء لما اجي ادخل على مثلا موقع بتاع اي كوميرس اللي هو تجاره الكترونيه بيبقى فيه مثلا حاجه زي بيسموها التشات بوت التشات بوت ده بيبقى عباره عن بروجرام برنامج بيكلمني كانه بني ادم يعني لو البرنامج ده اتكتب او اتبرمج بشكل بحيث ان انا احس فعلا ان انا بتعامل مع انسان وبيوصلني للحاجه اللي انا عايزها يبقى نقول عليه برنامج ذكي انتليجنت يعني فبالتالي نقول الذكاء الاصطناعي اللي هو اعلى مستوى في البرمجه يعني. احنا عندنا عقلية الطالب المخترعة اللي ممكن يخلي يبقى عندنا روبوت بقى زي بره كده زي صوفيا طبعا لا طبعا طبعا هنا في مصر عقول يعني احنا دولة احنا في عين شمس جامعة عين شمس اخترعوا لا لا تمام هو كلما اتيحت الامكانيات للطالب المصري لا يعني احنا محتاجين امكانيات مادية امكانيات مادية لكن الامكانيات العقلية هو طبعا الجزء الخاص بالبرمجة ده بيعتمد على الامكانيات العقلية انا عندي كمبيوتر اقدر احط فيه الفكر بتاع البرمجه بتاعتي بشكل جيد على مستوى المحاكاه اللي احنا بنسميه يبقى بقى جزء اللي هو التصنيع على مستوى التصنيع لو في امكانيات توفرت للطالب المصري لا هيصنع وهيعمل يعني طبعا ان انا اعمل عربيه مثلا بدون سواق او اعمل روبوت او الكلام ده كفكره اوكي يعني نقدر نعملها البرمجه بتاعتها تمام انما تصنيعها بقى ممكن طالب المشروع مشروع التخرج يعملها على مستوى اللي احنا بنسميه البروتوتايب اللي هو النموذج الاولي يعني يعمل نموذج اولي للفكره بس النقله بقى بتاعه الصناعه دي طبعا دي احنا محتاجينها طبعا طبعا دي محتاجه يعني تعاون مع رجال الاعمال والقطاع الخاص والكلام ده طبعا بالاضافه لل طيب ايه الفرق ما بين جامعه القاهره او كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره والجامعات الاخرى الجديده بقى؟ هل المعامل هناك اكثر تطوير يعني تمام. ايه اللي يخليني انا كطالب اسيب الجامعات دي واروح جامعه القاهره؟
غير المصروفات بالنسبه للخارج يعني لا يعني الجامعات التكنولوجيه موجوده في العالمين تمام. وفي العاصمه الاداريه تمام. يعني الجامعات اللي في العاصمه الاداريه بقى لها دوي عالمي دلوقتي يعني الناس اللي بتسافر بره يقول لك لا ده ما ندخل هنا احسن بحيث ان انت لو لو تقدر تروح هنا او تطلع برضه في اي دوله بيتيح لك الاختيارات والله ايه الميزه بقى اللي موجوده يعني احنا بنتكلم على ناحيتين اولا يعني اولا الناحيه الاولانيه جامعه القاهره لها تاريخ عريق في على المستوى الدولي يعني احنا عندنا الخريج بتاع الكليه تقريبا عشان يكمل دراسات عليا بره ياخد ماجستير ودكتوراه تقريبا ما بيطلبش منه حاجه اكتر من مستوى اللغه الانجليزيه لان الشهاده معترف بيها معتمده والخريج من الناحيه التاريخيه قوي يعني فبالتالي بيتقبل من الناحيه طب العلميه. طب هل المعامل الموجوده في الكليه معامل مجهزه وبيتم تهيئتها كل سنه؟ هو طبعا بنجتهد في ان احنا نوصل للمستوى العالمي ولكن هو طبعا اللي بيخدمنا في الموضوع ككليه حاسبات ان احنا مش محتاجين معدات قوي في تعليم اللي هي المفاهيم البرمجه والتعامل مع الكمبيوتر والكلام ده وطبعا موضوع انتشار الانترنت وانتشار اللي هي بنسميها الكلاود سيستمز والكلام ده برضو جزء مساعد بالنسبه لنا فبالتالي نقدر نقول ان احنا اوكي طبعا بالاضافه ان احنا محتاجين كمان يعني بنيه تحتيه كويسه في مجال الحوسبه يعني بس الدنيا تمشي يعني ما فيش مشاكل في بقى فرق تاني من ناحيه النوعيه لو احنا بنتكلم على الكليات التكنولوجيه الكليات التكنولوجيه دي بيبقى اساس انشائها هو او انها بتطلع خريج يعني يخرج من الكليه يشتغل في سوق العمل على طول مباشره يعني بياخد كل ما يتعلق بموضوع معين او بحرفه معينه بحيث ان هو يخرج من الكليه على سوق العمل على طول وده اتجاه في التعليم على مستوى العالم موجود يعني اللي هو فكره ان يبقى عندي بستثمر في البني ادم ده بالظبط تمام وفي التعليم اللي هو الاكاديمي يبقى في تعليم اكاديمي وتعليم مهني او ومنه التكنولوجيا يعني. التعليم الاكاديمي لا هو بيبقى الاساس ان هو بياخد علم وجزء من يعني التكنولوجيا بتبقى على الهامش بتاع التعليم هناك العكس الناحيه الاكاديميه بتكون قليله شويه بس مرتبطه بالتكنولوجيا الاثنين مطلوبين طبعا وحاليا نقدر نقول التكنولوجي برضو مطلوب يمكن اكتر شويه على اساس ان احنا يعني دوله متطوره وعندها استعداد انها تبقى احسن يعني دلوقتي لو في طلبه ثانويه عامه عايزين يدخلوا كليه وبيتفرجوا علينا دلوقتي ايه المميزات اللي بقولها لهم موجوده في كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي تخليهم اول حاجه يكتبوها كرغبه اولى الكليه دي هو طبعا يعني كل واحد طبعا بيبقى ليه الميول الشخصيه لا خالص يعني. السن ده كل واحد حسب المجموعه ما هو احنا برضو بنبقى محتاجين نغير يعني طريقه التفكير يعني هو طبعا انا بلاحظ ان في جزء كبير من الطلبه بيدخلوا كليه قمه معينه عشان مجموعه جايب الكليه دي يعني استقصر يروح كليه تانية تمشي مع ميوله احيانا دي بتؤدي الى نوع من انواع الـ يعني التاخر او نسميه الفشل بقى او حاجه في المرحله القادمه محتاجين نقرا اكتر محتاجين يبقى عندنا برامج بتتكلم اكتر او تسويق اكتر عن الجامعات قبل ما يخلص الطالب من مرحله الثانويه يبقى هو عارف هو عايز ايه بالظبط بالظبط ضروري فعلا يبقى في حاجه زي كده حاجه تعمل توجيه للطالب بناء على قدراته احنا لازم اصل انا بقول لحضرتك لان في كتير قوي من الطلبه بسالهم انت عايز تطلع ايه عايز تدخل ايه مش عارف والله يعني فدي حاجه غريبه جدا يعني دي منتشره بقى ما هي دي مشكله يعني كانت مرتبطه شويه بعلاقه التعليم بالوظيفه بعد التخرج يعني اللي بياخد مؤهل عالي بيلاقي مش عارف وظيفه دلوقتي الوضع مختلف لا احنا النهارده السوق تنافسي يعني ممكن يكون خريج كلية قمة وكل حاجة بس ما بيلاقيش مكان في السوق عشان القدرات أو القدرات الشخصية اللي عنده يعني غير مؤهلة
انما هو لو دخل في حاجه بيحبها او حاجه ماشيه مع قدراته احنا خلينا بقى يلاقي. ايوه نحط ايدينا على كلمه الحاجه اللي بيحبها. ايه اللي يخليه يروح بقى كليه مثلا الحاسبات والذكاء الاصطناعي؟ ايه اللي ممكن يكون بيحبه عشان يدخل الكليه دي؟ بالظبط، هو حب التعامل مع الكمبيوتر، يعني نقدر نقول مثلا مهارة البرمجة دي مثلا تكون عنده، يعني اتعامل مع الكمبيوتر مش كانترنت وبس، كاكتشاف كل اللي فيه بقى وماذا يحوي وبيشتغل ازاي. بالظبط، فدي بتبقى ليها هي مرتبطة شوية نقول بالرياضة، يعني لان حل المسألة بتاعت الرياضة دي عبارة عن ستيبس، خطوات، والبرمجه برضو عباره عن خطوات، حتى هم بيسموها الالجوريزم، يعني في الحالتين، يعني في الرياضه وفي بس في النهايه هي كليه شيقه المفروض مش ممله طبعا. يعني لا لا تمام يعني لحد كبير دي اهم حاجه. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات دكتور رضا عبد الوهاب عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره، وبالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. وبشكركم مشاهدينا، وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه لازم كل واحد فينا يبقى عنده ليونه فكريه، لازم يتقبل التغيير، يشوف نفسه هو عايز يشتغل ايه قبل ما يكتب الرغبه الاولى انا عايز ادخل ايه. فلازم تفكر الاول قبل ما تكتب. بكره ان شاء الله نشاط جديد مع رانيا هاشم، الى اللقاء.